قوات الأمن الإيطالية ألقت القبض على أرنستو فاتسالاري زعيم درانيجيتا أحد أخطر تنظيمات المافيا الإيطالية بعد 20 عاما من الفرار. قوات الأمن اعتقلته في شقة تقع في كالابريا في جنوب شرق إيطاليا معقل التنظيم. وقال قاضي التحقيق: قوة درانيجيتا ترتكز على الخوف والتواضؤ، واختفاء زعيمها لمدة 20 عاما يعني أنه كان يعيش في محيط لائق. dimostrano che il territorio gli è stato favorevole. إلقاء القبض على أرنستو فاتسالاري أشاد به رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في تغريدة عبر صفحته على تويتر. فاتسالاري ظل هاربا منذ 1996، وهو ثاني أخطر رجال درانيجيتا المبحوثين عنهم بعد ماتيو ميسينا دينارو زعيم مافيا كوزا نوسترا في جزيرة صقلية.